خد. حسيت ده من احمد عبد القادر النهارده؟ اه طبعا حسيت. اه النهارده عبد القادر انا بقول لك عبد القادر ده لو ركز شويه هيكسر الدنيا. لا 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 ده حاله ده ده ده, ده يعني اقول لك ايه من الناس اللي بتقعد تتمتع بيها. اولا مش ما بيهبش حد، واحد ضد واحد دي زي ما انت عايز قول يخليك انت قاعد متمتع. النهارده احمد عبد القادر شغال بكل حاجه، بيضغط بشكل كويس، تمرير النهارده بشكل كويس، النهارده بيروح وبيسجل حتى لو الجون ساعده ان هو يعني لو الجون اخطا فيها، بس هو عنده دقه وان هو بيحط وخلاص قطع وضغط وكمل وبيحط بالسنس ده. لا احمد عبد القادر هو في حاله كويسه جدا، واتمنى ان الحاله دي تفضل لحد مباراه الوداد يوم 11/6 الحاله ككل ان شاء الله مش كفرد كمان. تتفق احمد عبد القادر عمل مباراه كويسه النهارده؟ اتفق في جزء واختلف في الجزء المعتاد اللي بختلف دايما مع احمد عبد القادر عليه يعني. بالمناسبه يعني عبد القادر من اللعيبه، انا يعني سالت شخصيا بقى سالت كولر على احمد عبد القادر من فتره، هو بيحب احمد عبد القادر جدا، مقتنع بامكانياته جدا، شايف انه لعيب مختلف جناح بالضبط. مختلف يعني هو عنده حسين وبالنسبه له حسين رقم واحد، حسين وتوام رقم واحد واثنين في الجناحين، لكن هو شايف ان عبد القادر هو بروفايل مختلف عن بقيه العناصر اللي موجودين كمهاره كانوا بيعدي واحد على واحد. لكن هو وانا كلمته تحديدا في حته القرار وقال لي شغالين معايا، لكن هقول لك بمنتهى البساطه عبد القادر هو محبوب مارسيل كولر، ظالم نفسه ظالم نفسه بحاجات كتير جدا جدا جدا. خلينا نشوف واقول لك ليه عبد القادر ظالم نفسه. لما انا اكون البدن بتاعي كويس وقادر اشتغل وماشي طول الماتش وبعدي وبروح كل حاجة. لا ويجي لي في مباراه وفي كل مباراه وغلطه كل مباراه ان بيتاح لي فرصه واثنين وثلاثه اطلع جايب هعمل هاتريك. امبارح تريزيجيه اموره كانت كويسه، اموره كانت ماشيه، فايق يومه حاطط ثلاث اجوان، ثلاث اجوان بالراحه وعمل اسيست الرابع كان ممكن يتحسب له يعني. فبتتكلم على انه انت ليه انت عندك، فلما يكون عندك لازم جانجي. المخرج نشوف الحلقه جانجي. لازم جانجي المخرج بتاعك جانجي. لازم المخرج بتاعك يكون على قد اللي عندك. لما يكون المخرج بتاعك اقل من اللي عندك انا وانا ما استفدتش حاجه. لعيب كبير لما يكون المخرج بتاعك النهارده ربنا وفقه زي ما قلت لازم كان موفق. انتاجك عالي طالما انتاجيتك قليله فانت بالنسبه لي ما عملتليش حاجه بالظبط. ما فيش كلامك كلامك مظبوط. يلا يا جماعه نعرض الحلقه بتاعت عبد القادر. فهجيب لك هو النهارده كان ممكن عبد القادر يطلع عبد القادر لوحده، لان احنا في هنتكلم لسه بعد شويه على قصه الفرص في النادي الاهلي يعني. يلا بص ادي ايه، ادي واحد، ادي واحد. بص انت رقم عدلت عدلت معاك بقى 60 اختيار تحطها للي على يمينك تحطها على شمالك تزقها تاني. ما انت زقتها الاولانيه زقها مع اللعيب البلوك جه عمل لك بلوك قدامك زقها تاني بقى هنا احطها هنا مفيش زق هنا طمع. لا ما الاولانيه أي... هو اللي زق الاولانيه. ارجع تاني. طب ارجع تاني. انا دخلت ده انا دخلت جوه لا ارجع تاني معلش ارجع ارجع هات الحاله اللي قبلها ارجع هات الحاله. بص يا كابتن محمد بص ارجع هات الحاله اللي قبلها اول ما الكره تروح لعبد القادر. يلا هي كم. دي كمل. لا لا احنا كده مكملين بص ايوه ماشي ماشي كمل بس وقف هنا وقف هنا. ادي العدله دي الراجل لسه تحت يحط ده. لا لا هيعدل يحط البيرس تاو يعني. لا 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 هيحط مثلا هنا التاو فاضي خالص فاضي ما يقدرش يطلع الباص من رجليه دلوقتي ببطن رجله جون ما يقدرش يطلع الباص من رجليه. لا ما انا بقول لك بقى هو لا بعد ما عدل الاولانيه زقها زق الكرة قدام. بص بقى بص هنا كمل عملت كمل ايه كمل كمل عملت كمل فريم كمان فريم كمان 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 كمان. بص بعد ما سندت الاولانيه اللعيب خلاص بقى وراك حاجه من اتنين يا تشوط دلوقتي يا تشوط دلوقتي يا ما تستناش لما الراجل يجي لك وتشوط. طيب. كمل الوضع التشريح استاذنك بس خليك اي بس تحت رجله اهي. بص 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 ما يقدرش يطلعها من تحت رجليه في اول لقطه عش... طب بص اللي بعديها بص اللي بعديها. طب كمل هنا ما يقدرش يطلعها برضو. لا كده يشوط. لا ما اللي فاتت اي اللي فاتت اللي فاتت يشوط انما الاولاني ما دي انا بقولها هو يشوط. بص هنا بقى هو استنى شوط امتى وتو عمال بص بص على فكره وقبل ما نكمل وقف هنا حصل تاتش خفيف ما بين بيرسي تو وما بين عبد القادر النهارده بسبب كورتين دي اولها. عبد القادر بيحط الكره مش شايف حد مش شايف حد. اقول لك على حاجه لو تو مكانه هيعمل كده الفروت بطبعه طماع خلاص يبقى اخد يبقى اخد لا لا هو على فكره احنا كلنا مش مختلفين. يعني اطمع في كورتك ده وضع طبيعي بس خد لازم السليم. بص انا معاك انا معاك ان ده ممكن يبقى اختيار مناسب لو اتحطت يبقى هو يجيب بالنسبه لا لا حتى لو هو عبد القادر انت من البدايه بس ممكن تكون بص الكره لو انت خدت بالك من البدايه هي ما خدمتوش زي ما هو عايز. تعرف من اول مره لو هي بس اتسندت بات قدامه وعنده زاويه ورؤيه التمرين ان هو يطلع البصمه رجليه او تطلع في الزاويه اللي هو محتاجها. الله ينور عليك الله ينور بس عليك ده اللي بس زود فيه. زود كمان زود بقى ارجع بقى تاني على العدد الطبيعيه ومشي مشي لحد ما يعدلها تبقى مفتوحه بالنسبه له انه يشوطها. كمل 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 كمان كمان اهو كمان شوط هنا بقى كمان ايوه السند كان لازم كان لازم هنا يشوط خلاص لازم احط هنا. لا الجون كله مفتوح كان لازم احط هنا راح سند تاني ولما سند راح مستني يشوط القرار امتى لما الراجل جه وقف قدامه عمل البلوك. تعرف يا وقف تحت رجليه عارف لو هقول لك على حاجه اصل هي توقيت وقرار
هو توقيته وقراره كان صح. هي مشكلته كلها لو هي اتخدمت داس قدامه سنتي يا وقفت تحت رجليه على فكره، هي السنده الاخيره ما كانتش الكره بقت بدليل ان الراجل حصل بالرجلين وعمل له والراجل عمل بلوك عليه. نجيب الحاله اللي بعديها، نجيب الحاله اللي بعديها يلا يلا الثانيه، هما ثلاثه والجون. يلا الحاله الثانيه على طول، يلا ده هنا شريف لما كنا بنتكلم على دور شريف برضه محمد شريف. بص عبد القادر راح عد واحد اهي اهي حط الباص ادي خدمتك خدمته اهي اهي اتكعبلت برضه. طب زقها زقها للراجل تاني نفس القرار الغلط تاني زقها هنا زقها القندوسي جون. هو زقها القندوسي جون بالمناسبه، هي نفس اللقطه بنفس الطريقه بنفس القرار. لا ولو شات قبلها زي ما الكابتن عضوي بيقول ان هو لازم يطمع، لو شات قبلها قبل ما يخش، هو انت لا بتاخد القرار تصويب في الوقت الصحيح ولا بتعمل التمرير في الوقت الصحيح. عارف لو عمل الدبل باص كان اسهل من ده كله. لو جبت اللقطه دي مع في واحده كمان دبل باص كان هو راح والجون بقى مرتاح. هاتها تاني، هات اللقطه تاني. لا في لا في واحده كمان، في واحده كمان في لقطه ثالثه وبعدين الجون. ده بكلمك في اللقطه دي وهو جاي، اسهل حاجه كانت تعمل دبل باص. ايوه دي الاسهل، دي اسهل، دي بكتير دي اسهل واحده بقى. بيعمل ايه مش عارف يعني، انا مش عارف هو يعني. هو استلم وقف الكوره وحطها بشمال. لا استلم ما استلم وبعدين رجع تاني ورينا الاستلام. استلم هو بعد ما استلم، هي المشكله بعد ما استلم عمل ايه. يلا اهي بص قفشه، بص عظيم بالمناسبه لان كان شريف دخل في التسلل، بص عظيم. يلا بص هنا الوقفه، التوقيفه طولت عليت، هي كان ممكن يمتصها افضل من كده بكتير، كانت هتبقى قدامه على الارض بدل ما هي قدامه عاليه كده. كمل بقى، كمل. فالاستلامه كان فيها مشكله، حضنت عليه اكتر من اللازم فاضطر يحطها بشماله، فالقرار طبعا ان هي طلعت بالشكل ده. كان ممكن يقف عليها ويحطها لتحت، لو وقف هينزل بتحت تاني بقى الهجمه فرص لهجمه. هو انا خلاص ما هي زنقت مش هعرف احطها. بس التصرف الوحيد اللي عمله وكان معاه في التوفيق بقى بالمناسبه الجول. كان تصرف الهدف الجول. انه راح ولقى معاه المساحه والزاويه، وراح ولقى انه ممكن يعمل عمليه التصويب فخد القرار وحطها بشكل جيد بالمناسبه. هو الجول ما تمكنش حارس المرمى رضا السيد ما تمكنش انه يلحقها، لكن هي محطوطه كويس يعني. حتى لو كان شالها رضا السيد هو كان حاططها احمد عبد القادر وحاططها بشكل جيد. فانا شايف ان احمد عبد القادر عليه ان يستغل الفرص اللي بتتاح ليه ويستغل موهبته ومهارته بشكل افضل من كده. انا اسف سهل. انا مش عايز لا لان هي محطوطه سهله. لا خد بالك رضا السيد، هو مش متوقع انه يحطها. لا ارجع من ورا. انا هلعب لك دلوقتي دور الكابتن طارق، هلعب لك دلوقتي دور الكابتن طارق سليمان. هتقول يا جماعه الزاويه اللي كانت من ورا كمل سهل على فكره. كمل هات اللي بعدها بقى، الاعاده اللي بعدها ده في مكانه. هات العاده اللي بعدها اللي من ورا، اللي من ورا الجول. اللي من ورا الجول في عاده من ورا الجول. ده هو اصلا الراجل بعيد يعني مش واقف في النص. انما انت لو عايز تتكلم في النص وحد في الشمال، اقف بس انت رايح على اليمين ليه خالص كده؟ بص الناحيه اللي على الشمال دي فاضيه ازاي خالص؟ هو راح ناحيه اليمين فهو اتحط عشان عبال ما رجع لها ما لحقهاش. يا هو ايه اللي وداه ناحيه كريم في النص؟ كريم هو تقريبا كده في النص يا كريم. الكوره في نص الجون يا كريم، هو تقريبا في النص. وعامه بقى الكوره كمان قريبه، كوره قريبه جدا يا جماعه. بص هو في كل الاحوال مش بالقوه. طيب احنا بنقول ايه؟ بتاخد ايده وتخش بيها. قرار عبد الله كان انه كويس انه يشوط. انما الحارس عايز تقول الاجمل من ده، هات اللقطه من بدايه الضغط وشوف تمركز عبد القادر فين، وهات اللقطه اللي انا كلمتك فيها بتاع بيرث تاو. طبعا هنجيب التمركز المضبوط لاي هاف، ان انا بضغط في اتجاه لازم الهاف العكسي ده يبقى قافل قلب الملعب، وده اللي حصل. تخيل لو عبد القادر فاتح كان هيستلم ويروح بالشكل ده. مش هي دي، هي دي اللقطه اهي. هي دي هي دي. عبد القادر فين؟ بدل ما في نص ملعبه، ده التمركز المظبوط بتاعه. صح. هات التمركز بتاع بيرث تاو اللي انت اتكلمت فيها في بدايه الجيم، هتلاقي كان تاو فاتح على الخط. انا بكلمك بقى، تخيل لو بيرث تاو ضاغط من بدري على المساك ده والباص اتعمى، كان قطع وراح جاب جون. تمام. ده اللي انا بتكلم فيه، ده الاجمل. انما الجون سهل. لا الجون لا انا جون رضا السيد يعني هو ما كانش موافق فيه. بس على الاقل هو قراره صح. ما تكلمش على التنفيذ، لا قراره صح. هنا خد قرار صحيح حتى لو اتشالت. بس اقول لك حاجه، لو الحارس صدها بسهوله تمام، كنت هتقول طب ما اديتهاش للراجل الجناح، وكنت ساعتها هتقول لي القرار كان غلط. هو ما كانش بيشوط اصلا في كل الكوره اللي احنا جبناها، ما كانش بيروح بيفضل ياخر قراره مره واثنين وثلاثه لحد ما بيعملش عمليه تصويب. الكوره بتعملها بلوك من قبل القرار. مشكله عبد القادر في لعيبه عندها مشاكل، بمعنى حمدي فتحي طور من نفسه وبقى عنده استجابته عاليه مع المدير الفني. عبد القادر حاطط نفسه في حته معينه، لو اشتغل على دماغ الراجل وبدا يطور من نفسه عبد القادر هيروح في حته تانية. اللي انت هو ابتدى يشتغل عشان يكون برضه نديله نقطه ايجابيه. عنده استعداد كل مباراه يسجل جون واثنين. صح. انه عنده القدره انه يعمل كده. ندي لعبد القادر حته ايجابيه برضه. مباراه الرجاء
اشتغل مع مارسيل كولر على الوجبات الدفاعيه ما كانش بيعملها ابدا احمد عبد القادر، شايل ثلاث كرات طبعاً. وفي مباراه بيراميدز بنفس الشكل شايل ثلاث كرات منين؟ بالزبط. من داخل 18 نادي، فهو ابتدى يشتغل على بعض النقاط. لكن يمكن نقطه كان بيتكلم فيها كابتن محمد انه درجه تطور اللاعبين والاستجابه مش زي بعض، مش زي بعض. فكان كريم فؤاد مثلا كان سوبر استجابه، الراجل اشتغل معاه فتره اعداد بقى نجم الفرقه. كريم فؤاد ربنا يشفيه بقى قبل الاصابه. حمدي فتحي سوبر استجابه، مش كل الناس درجه استجابتها وتقبلها خاصه اللعيبه المهاريه بتبقى درجه استجابتها اقل شويه. فانا بتمنى في الفتره دي الحساسه اللي الاهلي داخل على اهم مباراتين بالنسبه له في السيزون كله ان عبد القادر حل مهم حتى لو من على الدكه، بس القرار يقعد مع نفسه الراجل قاعد معاه 100 مره يقعد تاني ينقل عبد القادر نفسه من مكان لمكان تاني خالص. طيب كابتن عبد الله، من الحاجات الملاحظه جدا بعد مباراه سان داونز الاهلي بيخسر 5 في 5 اهداف بيخشوا المرمى بتاع النادي الاهلي، تحسن انا ما شفتوش في الاهلي بقالي فتره طويله جدا على المستوى الدفاعي. هو مش تحسن وده الطبيعي، ان ده الطبيعي من بدايه الموسم. انا قلت لك الفرقه الوحيده الاكبر فرقه منظمه دفاعيا كانت نادي الاهلي في وجود الراجل ده. وقلنا يا جماعه مش هنقيس ماتش 5 ده ان هي كارثه، في استثنائيات، ده حاله طبعا، حاله مباراه، فرقه مش موفقه، فرقه مش في حالتها، دي حاله مباراه. فما تحسبليش مجمل السيزون على مباراه واحده صح. انما لا، انت تحسب لي المجمل السيزون على كم العدد الاهداف اللي بيخش فيه. ده اللي تقدر تحاسبني عليه. لا، نادي الاهلي من اكتر الفرق منظمه في الحته الدفاعيه بشكل كبير جدا صح. مع الراجل ده اختلفوا تماما، بيدافعوا بشكل كويس قوي، صعب اختراق نادي الاهلي. انما مش هنقف عند حته ماتش سان داونز. طب ما سان داونز بره والنادي الاهلي بيلعب نهائي دلوقتي، ايه المشكله؟ انما هي حاله مباراه، النادي الاهلي الدي اوف بتاعه كان يوم المباراه دي، وسان داونز احسن في احسن حالتهم. انما لا، النادي الاهلي في الفتره الاخيره ومن بدايه الموسم مع الراجل بشكل كبير، ومن افضل الفرق دفاعيا في مصر. عظيم.